فريق الآخر ماذا قال؟ فريق الآخر قال ما في شيء اسمه سحر، هذه كلها تخيلات بتخيلات وثقافات شعبية لا ينبغي أن يعني نغرق فيها. رح يجي كل واحد أو مستنده في هذا الإضافة. طيب إذا كانت سحر وتخيلات ويعني أوهام وثقافة شعبية بائدة، وكان هذا يعني مستوى متدني للثقافة، إذا هيمنت هذه الثقافة في المجتمع فهي تعبر عن مستوى متدني في الثقافة الاجتماعية، إذا كان كذلك فلماذا الله هنا يقول تعوذوا من شر النفاثات في العقد؟ قالت المعتزلة، وهم طبعا أعلام منكري السحر في التراث الإسلامي، قالوا لواحد من سببين. السبب الأول أن المراد التعوذ من إثمهن في عمل السحر، يعني السحر حرام، السحر حرام، وهن بفعل السحر يرتكبن إثما، فأنا أقول أعوذ بالله من شر السحر. ما معنى ذلك؟ يعني أعوذ بالله من شر هذه المعصية، يعني اللهم أعذني أن لا أكون ساحرا. هذا هو المعنى، هكذا على تأويل هؤلاء المعتزلة، على تأويلهم سيكون هكذا، يعني أعوذ بالله من هذا الإثم، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والملل نقرأ في وأعوذ بك من الإثم ومن هذا واحد منهم، أعوذ بك من شر هذا الإثم. هذا التأويل واضح، حجم التأول والتكلف في تفسير هذه الآية القرآنية بناء على إنكار واقعية السحر. لكن التأول الثاني كان أقرب إلى أن يكون يعني قابل ل يعني بالتعبير لإزدراده وابتلاعه، يعني شوي قريب إلا أن ممكن له ضرب من المنطقية. قالوا نتعوذ بالله، أندقق قليلا، نتعوذ بالله من شر الساحرات، لما تؤثره الساحرات وفاعلو السحر في المجتمع من ضرر على الحياة الاجتماعية، حتى لو السحر ما له واقعي. يعني أنت الآن لما تقول السحر ليس له واقعية، وهالناس كل ماشي رايحة وراء السحرة، يا بدها تعقد يا بدها تفك، هذا ضرر، هذا ضرر يلحق بهؤلاء الأفراد، إن كان على المستوى المادي، إن كان على مستوى تسخيف العقول، إن كان على مستوى التسطيح، إن كان على مستوى عدم الذهاب بمنطقية خلف الأسباب التي تكون لمرضك الجسدي أو النفسي أو الروحي أو العقلي، هذا ضرر يلحق البشر من فعل الساحرات، من وجود النفاثات في العقد. نحن نتعوذ بالله تعالى أن يلحقنا هذا الضرر، يعني ندخل في هذا في هذه المعمعة، أن ندخل في هذه المعمعة في هذا الإطار. وقد انتصر لهذا التفسير يعني بعض المتأخرين أيضا، ليس آخرهم العلامة سيد محمد حسين فضل الله رحمه الله، عندما قال بأن المراد من التعوذ من النفاثات في العقد في هذه الآية القرآنية الكريمة يعني التعوذ من ما تؤثره الساحرات وعمال السحر في المجتمع من أضرار. يعني أنت الآن بالنهاية يلحقون ضررا في المجتمع هؤلاء، بناء على أن السحر ليس له واقعية، يلحقون ضررا في المجتمع باتباع الناس لهم وبهذا التهريج الذي يقومون بفعله. فنحن نتعوذ بالله من هذه بين قوسين هذه المسخرة التي يقومون بها. هذا هو المقصود بهذه الآية القرآنية. فليس شر الساحرات شر تكويني، هذا المهم، بل شر الساحرات هو فيما يلقيه فعلهن في المجتمع من آثار سلبية على الأفراد والجماعات. رح أعطيك الآن توضيح أكثر للاقتناع بهذه الفكرة من وجهة نظر من ينكر السحر. يعني من ينكر السحر بإمكانه أن يفك من تأثير هذه الآية القرآنية الكريمة. يعني مثلا بيجي واحد بدي يروح عند واحد بفك السحر، بروح بقول له يا بقى، أو بفك السحر أو بطلع بالتعبير العامي والأشياء من هذا القبيل، فيقول له أنت مسحور. يا بقى مسحور كيف مسحور؟ قال أنت مسحور، وسحرك فلان ابن فلان أو فلانة ابنة فلان، هني سحروك وهني بدي يؤذوك. ألا يؤدي ذلك إلى وقوع خصومة بين هذين الفردين؟ يؤدي إلى وقوع خصومة بين
أنت هذا الشيء الذي أضعته مش هيك بيسووه، سرقه منك زيد من الناس، ولعت المشكلة ما بين زيد وبين هذا الذي قيل له إنك قد سرقت وليس قد ضاع منك شيء. فهذه التأثيرات سلبية لفعل السحر في المجتمع. ويشهد على ذلك، تأمل معي الآية القرآنية، الآية لم تقل ومن شر نفث النفاثات في العقد، ما قالت من شر السحر النفاثات في العقد، وإنما قالت من شر نفس النفاثات، يعني من شر نفس النفاثات وليس من شر السحر النفاثات. لو أن الآية قالت من شر السحر النفاثات سلمنا، فإن السحر سيكون له شر وتأثير تكويني حينئذ. أما والآية ما نسبت الشر إلى سحر الساحرات، وإنما نسبته إلى الساحرات بأنفسهن، فإذا نحن لسنا مقيدين في أن نفسر التأثير السلبي الشرير للساحرات بأن يكون سحرهن مؤثرا تكوينا، وإنما نقول قضية عامة. وأحد تفاسيرها تأثير الساحرات في الإضرار بالناس عبر تخريب العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فإذا هذه الآية بناء على وجهة نظر منكري واقعية السحر لا يكون لها أي دلالة على تأثير تكويني للسحر في المسحور.